معايا يا جماعه هنا الحاج علي، كان حاله التهاب اعصاب طرفيه. ايه هو التهاب الاعصاب الطرفيه؟ ده بيبقى عباره عن مشكله في الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي بتغذي الاعصاب الطرفيه. تمام، احنا على الاعصاب الطرفيه ثلاث انواع، سوبرفيشال سنسيشن، وده الاحساس السطحي. لو سيبنا الاحساس السطحي ايه اللي يحصل؟ ايه المشكله؟ المشكله انه ممكن عيان يدخل في قدم سكري عن طريق ان هو بيتجرح وما يحسش، يلبس جزمه ضيقه وما يحسش. ما هو ده. وفي عندنا برضو الاحساس باللمس، زي برضو حاجه تلمسه، زي برضو الجزمه الضيقه، برضو زي الاحساس باللمس والاحساس السطحي والاحساس العميق. الاحساس العميق كان من الحاجات المتاثره قوي، هم الثلاثه كانوا مفقودين عند الحاله دي. الحاله دي جايه لنا من السعوديه، بنحيي اهل السعوديه الكرام. الاحساس بقى ديب سنسيشن ده بيأثر على الاتزان. فالحاله دي كانت متاثره قوي بالاتزان. انا فاكره انه اول مره جه ان احنا كلنا كنا عمالين ماشيين بسندينه. دلوقتي ما شاء الله بيمشي من غير ما حد يسنده. احنا خلصنا معاه خمس جلسات، وان شاء الله هنعمله ثلاث جلسات تانيين هيبقوا خاصين بالاتزان. بس طبعا هو اتزانه اتحسن جدا، شعيرات الدمويه الدقيقه بتاعته ادائها بقى احسن. الاعصاب الطرفيه الثلاث انواع، الاحساس العميق والاحساس باللمس، والاحساس العميق اللي هو مسؤول عن الاتزان، والاحساس باللمس اتحسن، والاحساس بالاحساس السطحي اللي هو احنا بنسميه حاجتين، البين والتمبريتشر، اللي هو حاجه توجعك وانت ما تحسش، مسمار يدخل جوه رجل عيان وهو ما يحسش. كل الحاجات دي دلوقتي الحمد لله احنا عملنا لها اختبارات ورجعت، وعايزين بقى نوري الناس عم علي وهو بيمشي. عايزه اشوف مشيتك. احنا كده عملنا 10 جلسات يا جماعه. تمام، طبعا لانه كان في تاثير على الاعصاب الاحساس العميق بشكل كبير، فاحنا هنكمل معاه. تعالى يا عمار، احنا هنكمل معاه ثلاث جلسات تاني على الاتزان. يعني احنا مكملين ثلاث جلسات تاني على الاتزان علشان نجيب بقى هي دي النقطه اللي فاضله، لانه كان الديب سنسيشن اللي هو مسؤول عن الاتزان متاثر جدا. وده من الحاجات اللي معمول ابحاث فيها كثيره بره، انه الاتزان من الحاجات اللي بتتاثر جدا في التهاب الاعصاب الطرفيه. يعني عيان السكر ممكن يجيله مشكله اتزان بسبب ان هو عنده التهاب اعصاب طرفيه. خلاص، فدي معلومه ساعات الناس بتبقى مش عارفاها، انه الاتزان اللي هو ده، لا هو اصلا في عصب من الاعصاب الطرفيه مسؤول عن الاتزان، ماشي في حاجه اسمها الدورسال كولم، ماشي فوق في حاجه اسمها دورسال كولم او سين كولم في النخاع الشوكي، وبعد كده بيطلع فوق في مراكز الاحساس في المخ. بس هو اصلا خارج من رجلينا، من الاعصاب الطرفيه بتاعتنا. تمام، احنا عملنا 10 جلسات وفضلنا 3 وهنخلص خالص ان شاء الله. شكرا.